السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد، غادي نسبق لكم الحفل ديال يوم السبت هو الاول، ومن بعد عاد غادي نجيب لكم يوم الخميس والجمعه كيفاش حضرنا الحفل. علاش قلت نسبق الحفل هو الاول نحط لكم اليوم؟ حيتاش صحباتي كاملين غادي يحطوا الحفل، وانا ما بغيتش نكون متاخر ونحطه حتى الاسبوع الجاي. المهم غادي نسبقه الاول، ومن بعد عاد نرجع معكم شويه اللور وندوزو معايا الاربعاء والخميس والجمعه. هذا الحفل هذا خصصته انايا، درته كحفل شاي. بالنسبه لاختي سهام عاونتني في الدي جي، وانا درت حفل شاي باش هكا نجمع صحباتي ونضحكوا واحد شويه. ونتمنى من هذا الحفل ان اعجبكم، وشوفوا صديقاتي اليوتيوبرز اللي جاو واللي ما قدروش يجيو، راه ما قدروش يجيو بحال البنات اللي ساكنين في اكادير واللي ساكنين في الناظور مكناس، ما قدروش يجيو مره اخرى ان شاء الله. مهم، نتمنى لكم فرجه ممتعه. بخير عليكم البنات، صبحتوا لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. حنا يلا فقنا، اليوم هو نهار السبت ديال الحفل اللي دايره. بغيت نتقاسم معكم. حنا يلا فطرنا، كنتسنى سيام تجي باش نفطروا، وديك الساعه غادي نشارك معكم بالنير هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم نتمنى من نهار ينال الاعجاب ديالكم وفرجة ممتعة. المهم يا بنات، سيهان دابا ها هي مشغولة في البيتزا، غادي دابا تحط فيها الطون والفرماج والزيتون باش غادي ندخلوها الفران، ومن بعد عاد غادي نمشيو للصالون باش نصايبو شعرنا عشان راسك حمصة. غادي ندوز نغسلو هاد المعنات. المهم غنجمعو الكوزينة وغنتهما معانا. المهم يا بنات، حنا باقيين خدامين في البيتزا. سيها مشات تسخر دارها، تجيب واحد اللاطه، حيت خاصها انا مازال لاطه باش نديرو البريوات. راه مشات وانا غادي نكمل هاد الشيء باش هكا نساليو دغيا وصافي. السلام عليكم، هاد الشيء دغيا انا لبست، غنلبس غير السيوفات والجاكيطه من الفوق، غادي نمشي للصالون انايا. سيم غنمشي للصالون اللي حدا، انا غنمشي شي صالون قريب على قبل بنتي، صيب شعري بالزربه ونرجع حيت ما غاديش تسكت ليهم. رانا خليتها كتفرج دابا باش غادي نمشي ونجيب الزربه. صافي بنات، جيت هنايا كنشوف واحد المجوهرات عند واحد البنت كتبيعهم. سيم اختي شكراتهم، ولا ما كنعرفش منين شراتهم، شراتهم من عند هاد البنت هادي. انا غنوريكم شنو عندها. عندها هادي شنو فيها؟ فراش ومان، فيها هاد الدوارات هكا، وعندها المهم سنيسلات زوينين. انا غادي نختار شي حاجه براسياتي هذا اللي عند فيتك. شوف البنات، شوفوا بنادم بلا ما بقى يدير الدابي، بقاو يلايطوا عليه في الزنقه. اللهم هانت واش جبتي لي المقال؟ البنات اللي ساكنين في انس يجيو صالون حنين. شوفوا البنات، شوفوا شحال زوين، نقدر ناخذ هذا. انا زوينه بزاف لا تخيلها، خاصنا زوينين. واش بحالهم؟ كاينين محال يجيك الخاتم، محال يجيك الخاتم. كنحيدك منين؟ لا هذا المارياج. اجي نشوف شنو عندك ثاني. شوفي شوف بداش يجيوني، يجي كاين خاتم، يجي خاتم. المهم عدا الطوانق الخواتم كلشي دايره في هاد السطيلات. شوف هاد الطوانقات شحال زوينين، وقيلا ديولو هاد الطوانقو. هزي هزي
هذا انفينيتي انفينيتي دير اختي طاجيرات الله يرحم لك الوالد دايرين هادو زوينين هادشي شوفوا البنات كيبان بحال الذهب غادي نشوف خاتم وحسنة خاتم عندي ذهب وشنو هذاك بوحده ارين ندخل بلات انا يلاه جيت من الصالون صيبت شعري حجباني طراساتهم ليا بالقلم كي ما عجبونيش غادي نمسحهم يا نور لا بنتي لا لا الله يرضى على بنتي ما خنيت الله يرضى الله يرضى توصليش لهذا الشيء طراساتهم ليا بالقلم وما عجبنيش ما قلت لها قاديهم ليا حيت عندي واحد خايب واحد لا دارت لي غير القلم ولكن ما عجبنيش غادي نمسحو ان شاء الله جاوني اعراض وحتى هشام راجلي ملي هضر معايا دابا فيديو ما عجبوهش وحتى ما عجبونيش ما كيعجبونيش اعراض فتقولي رايكم نتوما يا انا ما تحملهمش هكا المهم البنات لا بنتي لا ولا هداي هداي البيتزات كيطيبو جات عير خالتي دابا هما البيتز بريوات كندخلو فيهم باش يطيبو تيقربو يجيو الناس تيقربو يجيو الناس وغاد غادي نديرو ليهم فرماج ونعاودو ندخلهم فران عيني يذوب داك الفرماج لا ماما لا لا اجي واجي صافي ماما بغيت نوريكم اشنو خديت من عند هذيك الدريه انا غنوريكم البنات شنو خديت خديت هاد السنيسله فيها الطوس هذيك كديرها البنات 90 درهم شنو السنيسله كديره 90 درهم وخديت هاد البراسلي هذا شتو زويون عجبني تتقولي رايكم بالنسبه للبراسلي الثمن ديالو بحال بحال السنسله 90 درهم حتى هو هادشي اللي كاين هاد السالوبيت هكا مع السبرديله بما قربوا يجيو الناس وغادي نلبس قفيطين ديالها ها هو تلبسوا ليها وغادي تشوفوا وهذا راه ديالي يلا صلحتهم نور نور هاي ايوا صافي هادشي اللي لبست يلا زيدي نهبطوا يلا زيد اوب 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 لا يلا سير تنسالي مش طلع شعرها كيفاش تقولي البوزكا قولي زكا لا انا لبست دابا درت هاد العكير حمر ملون لبست القفيطين ديالي من بعد غنقول سيام تشد عليا وتشوفوا كيفاش جاني القفطان لبست معاه بليغه ومهم انا غنوريكم كيفاش جاني القفطان كامل البنات جات عندنا دابا واحد المتتبعه هادو بنيات الله يخليهم ليها شنو سميتك عبير و ايا عندها قناه راه يلاه حلتها سميتها عبير شانيل تدخلوا تشوفوها تشجعوها باش تزيد تكمل جات دي جي ها هو الجي جي تا هو قال كندير قناه وحيدها علاش حيدتيها دابا كاينه مرتو حكايه البنات المهم البنات نتوما عقلوا عليه بان لكم روج الدنيا يلا اللي جات المغرب دومونديه راه كاين في اناسي البلبله البلبله اللي جا المغرب كاينه خالتي والمتتبعه اللي قلت لك هادو بنياتها نويره راه حبست هنا حتى شي شويه نبدل راه لابسه غير السالوبيت لا بنتي غادا تصدق انا عارفه المهم هو باقي كيوجد الماتيريال ديالو باش غادي يحطو وانتم تشوفوا الموسيقى اللي عجبتكم راه غادي تجيو تلقاو عارف اناسي راه معروف واش نسميتك دي جي ستار عندك شي محل ياك انا حيت ماشي انا اللي مشيت مع سيام اللي مشات جابت شو نشوفوا ماما شنو لبسات ماما لبسات قفيطين جوهره بالراندا ياك ولا بالدرس بالكروشي اوكي مرت خويا تتخرج نوريكم شنو لبسات ها هو ولد خويا سامي حال فمه في الراجل بان لي شي راجل تزاد من غيره ياكس اول مره ولكن
ما يخلصنا يا حبيبي شاغل بالي اه يا بياضة شاغل بالي اه يا بياضة شاغل بالي برافو. جات خالتي عيشة النزالي مرحبا بها كنرحب بها. هذا نهار كبير هذا اللي تلاقينا عالم وفاء تنخلي لكم الرابط ديال الصندوق الوصف وجهوات امال بنت خالتي عيشه راكم تعرفوها حفيظه امال اموله ديري لهم باي باي ديري باي باي هاكاك هادي بنت اختي والدريات اللي عرفتكم عليهم قبيله وصافي اش حنان بيوتي غلامور هادي تاهي تبان تدخلوا تشوفوها صافي واختي هيا بدلات لبسات فراشه قال لي مرتي عزيزه عليها ولكن انا عندي واحد مفاجاه اللي واعد قال لي انا مشي نجيب السكين رشيدي حتى هي جاو يلا جاو ما ساكنين بعد ما ساكنينش في كازا وبالنسبه لصحاباتي الاخرين حياه فلوق مريم ادكس بيوتي اسماء شانيل هاجر الشريف هذو كاملين ساكنين بعاد ما قدروش يجيو شيماء ام براء كنقدم تحيه من هنا وهاد المره غادي نولي نعلمكم بزاف باش تجيو ونشطو كاملين ونضحكو كاملين وهذو هما اليوتيوبرز اللي جاو اللي ساكنين في كازا وهذا الشيء اللي كنضحكو شويه والعائله راهم جالسين لها او سيام اختي راه هي انا كندير المونتاج ديالنا لها بنتي ما قدرتش نلبسها بالقطن على خاطر تعكر يا سلام وشي تصفيقه تحرى عليكم كاملين ومرحبا بكم كبار وصغار تحية خاصة لأمال صغيرة جماعة الزينة احنا ناس الغربة هذا بلاد ديال الغربة اللي مشى بعيدك وروني غير دوك دوك I'm gonna take it.
شنوني عجبني فيك صح سقاو شنوني عجبني فيك صدقني فيك وانا السين والحياة اللي في عيني حسنا السين والحياة اللي في عيني بعاد وقال خاصهم يمشيو الصراحه ما سخيتش بهم كنشكرهم بزاف على زعما البولي كنتي شكرا انك جمعتينا اليوم والله والله هذا شرف ليا البولي الدعوه ديالي قبلوا زعما يجيو عندي ويضحكوا معنا وينشطوا معنا ما سخيتش بهم ولكن للظروف احكام ما كرهناش والله على البعد وصافي والبنات راه نخلي لكم القنوات ديالهم صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي ما تعرفوهم يمشيو يزوروهم ويقولوا جينا على عالم سناء السلام عليكم وتحية كبيرة للمتتبعين ديال عالم سناء ومرة أخرى إن شاء الله وشكرا شكرا ثانك يو ياو لا تطلع داك الاكل الحليوه وقاسين جميل شويه تجي تا وطينا يستريح تحيه لصاحبتي حياه فلور من ادكت بيوتي اسماء شانيل كاع صحباتي اللي ما قدروش يجيو نقدم لكم تحيه من هنا كنقولوا مره اخرى ان شاء الله كنشكركم بزاف بزاف كاع صحباتي اللي جاو عندي كنشكرهم بزاف بزاف اللي جاو جمعوا شويه وضحكنا وجاو حتى شي متتبعات اللي كيتابعونا جاو مرحبا بهم حتى هما Yeah.
كلشي مشى البنات. دابا غادي نتقاسم معكم الهدايا اللي جاتني. نبداو بالهديه ما عرفتش انايا فيهم ديال خالتي عائشه وانايا فيهم ديال قلعه عالم وفاء ولا شي واس. المهم جاني هذا جلابة سبور ديال تواركا اللي كلبسو التركيات. ها شو وزين بنتي رحمتك الوالدين. هبط كنظن حفيظة اللي جابت ليا هادي حيت هي اللي كدير هاد الشيء. كنشكرها بزاف تنقيسها ونقدر نجي عندك بيها. كنشكرها بزاف على هاد جليليبا و نحلو هاد الهدية نشوفو اشنو كاين هنايا. ديكور زويون البنات. شوف غزال هدا غادي نحطو هنايا في الدار ديال المغرب. فيه الله محمد ولا اله الا الله محمد رسول الله. شتي خوك صاحبي نزل هاد الكادو. غادي يكون هذا يمكن الكادو ديال العالم وفاء. غادي نحلوه في يمين. غادي نحلها معكم نشوفو اشنو فيها الداخل.
تما البنات. اه لام لام هانتوما البنات على شكل هديه، وكديري فيها الشميئات غزاله البنات. شوف هادو كاملين الديكورات نخليهم في الدار ديال المغرب. المهم راه كي ذكرت لكم بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي جاوا في دارك ان شاء الله الى كتاب نقدر نصورها لكم خاويه، والا ما كتبش غادي نصورها لكم ان شاء الله في الصيف باش نجي تكون تفرشات واحد شويه، حيت باقي ما فرشتهاش البنات انا خاويه. فالبنات هذه جات ليا سهام رشيدي فيها منتجات البشره، غادي نوريكم نهبط لكم الرؤيه شويه. هذا غير صابون باش تغسلي به، كاين هذا لازاله الشعر، وهذا كديريه من وراء تحيدي الشعر من اي بلاصه. جابت ليا هاد البوماده ديال البشره مختلطه وداكشي، هذا واحد السيروم او فيتامين او، و جابت ليا هذا السيروم ديال ارغان كيليق لجميع انواع الشعر. كنشكرك سهام بزاف على هاد الهديه لهلي خطيك حبيبه، شكرا لك بزاف الصحيبه. وبالنسبه للامل جرنال جات لي هاد الهديه هذه، ردت لي بساعه الخير ان شاء الله. الهدايا اللي جابوا لي قالوا لي بالنسبه للمجيء ديالك كنشكركم بزاف. هادو جابت لي صباغه ديال الشعر خاليه من كل شيء البنات، يعني ما فيهاش المواد الكيماويه. ها هي البنات هاد الصباغه بلا امونياك، يعني شوفوا اللون زوينه البنات بحال لي ميش بلا امونياك. وجبت معاها الشامبوان ديالها، او هذا لاصق ماسك ديال الشعر، هذا واحد الكاتالوج، و لا تروس فين كديري المكياج ديالك ولا شي حاجه. كنشكرهم كاملين اللي خطيهم، شكرا لهم بزاف، وكنشكرهم على المجيء ديالهم اللي جاوا عندي. امال راها بعيده واسماء سهام راها بعيده وجاو عندي، وكنشكر حتى خالتي عائشه مزالي اللي جات هي وامال وعلى وفاء، كنشكركم بزاف بزاف. كنشكر على المتتبعات اللي جاو من طرف سهام، عيطت لي سهام، كنشكركم بزاف حتى نتوما على المجيء ديالكم. شكون هذيك الصديقه ديال الكلامور بيوتي غلامور؟ بيوتي غلامور حتى هي كنشكرك بزاف على المجيء ديالك، شكرا لك بزاف بزاف. ام البنات تاتيه شكرا ليك، الله يخلي لك عابر وايه. ام سيف الدين الله يخليك الوالده ديالك، كنشكركم بزاف بزاف، وكنتمنى حتى نتوما المتتبعات تكونوا قضيتوا معنا نهار زوين، وتهلاو في رياضكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.